السلام عليكم. أقر المؤتمر الوطني العام الثلاثاء تعديلا لصدر المادة الأولى من الإعلان الدستوري فيما يخص مصدر التشريع. وأكد التعديل أن الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، ويعد باطلا كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها. كما أشار التعديل إلى أن الدولة تكفل لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية. إذا نبحث هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس، عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الديباني، وينضم إلينا لاحقا عضو مجلس الأمناء بهيئة علماء ليبيا سامي السعدي، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس أيضا المحلل السياسي فتحي الفاضلي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد الديباني، هل لك أن تفسر لنا ما ورد في هذا التعديل من الإعلان الدستوري وتحديدا فيما يخص مصدر التشريع؟ طيب، إلى أن يلتحق بنا إذن السيد الديباني، أتوجه إلى السيد السعدي. سيد السعدي، أنت عضو في هيئة علماء ليبيا والتي أصدرت عام 2011 فتوى شرعية تحتوي على 11 مخالفة شرعية حواها الإعلان الدستوري السابق والصادر عن المجلس الانتقالي. برأيك ما السبب من وراء تأخير إصدار هذه التعديلات وإصدارها اليوم من قبل المؤتمر الوطني العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأخوات المشاهدات والإخوة المشاهدون والإخوة العاملون بقناة ليبيا الأحرار جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الفرصة على طرح هذا الموضوع الذي هو من أهم المواضيع الحقيقة، والذي كان تأخيره للأسف سببا من أسباب بعض الانفلاتات الأمنية وبعض الاختلافات العقدية أو الأيديولوجية أو المنهجية في المشهد الليبي. على أي حال، هذه خطوة وإن كانت متأخرة فهي خطوة موفقة ويشكر عليها المؤتمر الوطني العام. طيب، برأيك ما هو السبب وراء هذا التأخير الذي وقع يعني؟ نحن طبعا كمتابعين من خارج المؤتمر، نعم نحن قريبون من المؤتمر، وربما يعني نلتمس لهم جزءا من العذر فيما مر به المؤتمر من مشاكل ومن اضطرابات بسبب المماحكات السياسية وتحريض الشارع على المؤتمر ومحاولة اسقاطه. إذا هنالك العديد من المسببات والتي ألحقت العملية السياسية في ليبيا. أنتقل الآن إلى سيد الديباني، هل لك أن تفسر لنا سيد الديباني ما ورد في هذا التعديل من الإعلان الدستوري وتحديدا الذي يعني الجزئية التي تتعلق بمصدر التشريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية لك سيدتي الكريمة ولضيوفك الكرام وللقناة. في الحقيقة مسألة التعديل في الإعلان الدستوري كانت مسألة قد طالب بها معظم الأحزاب السياسية في ذلك الوقت في بداية المؤتمر الوطني العام، وهي في الحقيقة انعكاس للمطالب الشعب الليبي الذي هو في حقيقته شعب مسلم وديانته الإسلام، ومن الطبيعي أن يعبر المؤتمر الوطني العام عن هذه الطلبات وأن يكون المؤتمر انعكاس لهوية الشعب الليبي المسلم. وبالتالي نحن يعني كان يمكن أن يكون هذا الإقرار كما تفضل أخي الكريم في بداية المداخلة، كان يمكن أن يكون في بداية انعقاد المؤتمر الوطني العام، وكان يمكن أن يكون أيضا من المجلس الوطني الانتقالي، ولكن أنتم تعرفون الظروف السياسية التي والأمنية التي مرت بها البلاد والحالة التي سببت إرباك وارتباك. طيب، إذا لندرس أو نفصل أكثر في هذا التعديل الدستوري سيد الديباني، يعني في تعديلكم الحالي تقولون أن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل
تشريع، وفي النص السابق للإعلان الدستوري تم التنصيص على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للقانون، وهذا يعني ما اعترضته أو انتقدته هيئة علماء ليبيا. هذا التعديل من شأنه أن يفعل تطبيق الشريعة في كل أمور الحياة. هو يعني لكي يعني نكون عمليين أو حتى في فهم ديننا الإسلام يعني أو الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، هو في الحقيقة شيء مبشر وليس يعني كما يظن بعض الناس أنه سيكون مصدر ضيق أو مصدر قلق، كون أن الإسلام يعني دين رفع الحرج عن الناس، ويتمتع الإسلام بالمرونة الكافية التي تجعل حياة الناس مستقرة آمنة في ظل يعني قواعد عامة أقرها الشارع الكريم التي تحسن من حياة الناس وتهتم بضرورياته وتهتم بحاجياته وتهتم أيضا حتى بالكماليات أيضا للشريعة الإسلامية، ليست شريعة منغلقة. وهذا ما يحدث في عند بعض التيارات التي تعتقد أن الإسلام سيكون مصدر حرج وضيق على الناس، بينما نحن نقول عندما نقول كل شيء يخالف الشريعة فهو باطل، نحن متأكدين وواثقين من عقيدتنا ومن ديننا ومن شريعتنا أنها ستكون خير على الناس وبل ستكون مصدر. طيب سنفصل في هذه النقطة أكثر، ابقى معنا سيد الديباني، ولكن الآن أتوجه إلى سيد الفاضلي. يعني وفق قراءتك ما الفرق سيد الفاضلي في الصياغة والضوابط بين النص السابق من الإعلان الدستوري حول مصدر التشريع والتعديل الحالي صادر عن المؤتمر الوطني العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة ليبيا لكل أحرار هذه الفرصة الطيبة، وأحييك أستاذة علا وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين. سيدتي الكريمة، الفارق بالنسبة للنص الأول أن يكون المصدر الرئيسي، بمعنى ذلك هناك مصادر أخرى للتشريع، والخوف ألا يكون طالما أنت فتحت الأبواب لمصادر أخرى تعتمد عن من سيستخرج القوانين ويستخرج التشريعات، انتماء السياسي الثقافي الفكري، واستخدام هذه الجملة استخدام مطاطي. هذا التصحيح الثاني أو الأخير يحدد بصورة واضحة أنه هو المصدر الوحيد، ونعتبره هو عامل من عوامل التهدئة والاستقرار في ليبيا في المجتمع الإسلامي. وفي أي مجتمع أن تعطى مصادر التشريع بما يتناغم مع عقائد وتقاليد وإعراف أي مجتمع تطمئن الناس مهما كانت هذه الديانة، على سبيل المثال الإسلام أو النصرانية أو اليهودية أو عبادة الأبقار، تطمئن النفوس، تطمئن أيضا ثلاث شرائح رئيسية جدا، تطمئن شرائح لهم انتماءات في جماعات إسلامية. في ليبيا عندنا الصوفيين، عندنا الإخوان، عندنا السلفيين، عندنا التحرير، عندنا جماعات ترفع الإسلام كمصدر تطمئنها إلى حد ما، تطمئن أيضا الشباب الخائف على عقيدته وتشريعه، والذي ينتمي إلى جماعات يسموها متطرفة أو إرهابية للدفاع عن الدين خوفا من تغلغل تشريعات أخرى في بلده، فيضطر إلى الانتماء إلى جماعات إرهابية. هذا يطمئن شريحة الشباب ويطمئن المجتمع بصفة عامة. فهو يعني خطوة رائدة. تفضلي. في هذا التوقيت الزمني هي خطوة رائدة كما تصفها، ولكن سيد السعدي طلبتم سابقا من المجلس الانتقالي تشكيل لجنة من علماء الشريعة تراجع التشريعات قبل صدورها، وأن تكون هذه اللجنة جزء من هيئة صياغة الدستور يعني بهدف مراجعة هذه التشريعات. هل تم تشكيل هذه اللجنة حتى الآن؟ هناك لجنة خبراء الشريعة والتي رأسها الدكتور غيث الفاخري بارك الله فيه وفي جهوده، وفيها 22 عالم من علماء الشريعة الآن يعكفون ليلا ونهارا، يوميا يعكفون على مراجعة القوانين ويراسلون المؤتمر بشأنها أولا بأول. وهنا بهذا الصدد أريد أن أذكر بنقطة وأؤكد على نقطة، وهي أن هذا التعديل الدستوري التاسع لن يكون مجرد شعار يزين الدستور الليبي لطمأنة النفوس فقط، وإنما هو مصاحب أو يصاحبه جهود أخرى من مثل هذه اللجنة لمراجعة القوانين طبقا لهذا التعديل الدستوري.
وأؤكد على ما تفضل به الدكتور فتحي قبل قليل من أن هذه الخطوة من شأنها طمأنة كثير من النفوس، ومن شأنها أيضا إرجاع شريحة مهمة من الشباب الليبي الذي اقتنع اعتقادا وديانة بينه وبين الله أن هذه الدولة ما لم تحكم الشريعة الإسلامية فهي خارجة عن الشريعة ولا نعترف بها ولا ندخل تحت مظلتها. وهم وعدوا إن وفت الدولة الليبية بهذا الاستحقاق المهم وحكمت الشريعة ورفعت هذا الشعار وعملت على تحقيقه حسب الممكن في الواقع، فإنهم سيكونون حراسا أوفياء وأمناء لهذه الدولة الليبية. وهم طيب هنالك أيضا جهود سيد السعدي تبذل من قبل الهيئة التأسيسية حتى تقوم بصياغة الدستور، في ذات السياق يعني هل تتواصلون مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منها بالانطلاق من هذا التعديل لربما؟ والله كان لنا تواصل حقيقة مع مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية وعقدت معهم عدة اجتماعات، ولكن للأسف الآن الهيئة التأسيسية شبه مشلولة، يعني شبه مشلولة بالكامل، يعني تحتاج إلى دراسة وضعها الأخير، وهي الآن لا تستطيع حتى أن تجتمع في مكان واحد يعني للأسف، فتحتاج إلى إعادة نظر في فعاليتها وفي أداء دورها. طيب من هذا المنطلق إذن أنتقل إلى عضو المؤتمر الوطني العام نعيمة الحامي والتي تنضم معنا الآن، غادرنا سيد عبد الرحمن الذباني في هذا الوقت. سيدة نعيمة، يعني وفق هذا التوقيت الزمني الذي يصدر فيه المؤتمر الوطني هذا التعديل التاسع، يعني كيف نفسر هذا التوقيت الزمني؟ هل يعود لربما لأنكم لمستم أن الهيئة صياغة الدستور شبه مشلولة وفق وصف السيد السعدي، وبالتالي وجب عليكم إصدار هذا التعديل الآن؟ مساء الخير، أولا نمسي على حضرتك وعلى جميع متتبعي القناة وضيوفك الكرام. أهلا بك. طبعا المطالبة بهذا المقترح أو بهذا التعديل مطالبة لها فترة من العديد من الجهات، وعلى رأسها مجمع علماء ليبيا يقول هذا التعديل. في هذه الفترة كما أشار الأستاذ لاحظنا خروج الكثير لينادوا بأن هذه الدولة لربما تبعد عن الشريعة المفهوم المدنية في ليبيا. نحن ننادي بدولة مدنية، ما معنى المدنية في هذه الفترة؟ كان النص يقول بأن الشريعة مصدر التشريع ونقطة الرئيس. الآن جاء التعديل الرئيسي ونقطة، الآن جاء الشريعة مصدر التشريع الرئيسي وما يخالفها فهو باطل. ونحب نقول لك حتى الهيئة التأسيسية رغم نعم ننعتها بأنها الآن هي في حالة لربما الفشل أو ما تمر به، ولكن أيضا هناك بين الدستور على الأبواب توافق الهيئة ما جاء في هذا التعديل، وهي في نفس الاتجاه لهذا النص. طيب أنتقل الآن إذن إلى السيدة الفاضلي. في نص هذا التعديل الدستوري تم حذف لفظ ديمقراطية في المادة المعدلة لتصبح ليبيا دولة مسلمة مستقلة، الشعب فيها مصدر التشريعات أو مصدر السلطات، كيف تقرأ هذا التعديل؟ سيدتي الكريمة، أعتقد أنه تعديل حكيم في هذا الوقت، تعديل حكيم. هناك سيدتي الكريمة خلفية من تجاربنا السابقة ضد الشريعة، على فكرة في عهد السابق هو أيضا هذا التعديل حدث، الدستوري صفعة أيضا للنظام السابق الذي كان لا يتوانى عن السخرية بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبشعائر الإسلام وبالأئمة والشيوخ، واستهتار وضحك على كل ما ينتمي إلى الإسلام والمسلمين، وبالتالي حمل الشباب السلاح في السابق، حمل السلاح وقاتلوا النظام السابق بهذه الأسباب. مرة أخرى هذا يؤكد أن هذا التعديل طمأن للأجيال القادمة وللشباب في هذا الشيء. كلمة ديمقراطية إزالتها في هذه الفترة يعني أيضا تضم النفوس، لأن الديمقراطية قدمت بشكل بشع، أنها ضد الإسلام أو أنها دين أو أنها كفر، بينما الديمقراطية هناك شقين من الديمقراطية، أحدهما الشق الآلي
آلي كآلية، الديمقراطية كآلية، بل الإسلام استخدمها بشكل أو بآخر، مش شرط صندوق اقتراع أو ما إليه، يعني استخدامها كآلية لا شيء فيه، يعني يبيح الإسلام، بل استخدمناها واستخدمت عبر أيام الصحابة أيضا، البيعة العامة وما إليه، واختيار ستة من مجلس الشورى لاختيار خليفة. يعني الديمقراطية كآلية، بالعكس كما نستخدم أي آلية أخرى من آليات الإدارة، وهو تراث إنساني نشترك فيه. لربما التخوف الشباب من الديمقراطية كيأتي برلمان يصوت على سبيل المثال على أصل من أصول هذه العقيدة وأصل من أصول الدين، هنا لا تعتبر ديمقراطية، تصادم الإسلام وتصادم أي ديانة. بمعنى لو أنت في الهند سيدتي الكريمة، وبرلمان الهند في تلك الفترة قرر أن يصوت بإباحة الهندوس لأكل البقر، لا لن يسمح له أحد، تصبح الديمقراطية عدوة للهندوس. ولذلك إزالتها الآن فيها شيء من الحكمة سيدتي الكريمة أعتقد، والله أعلم يعني. طيب. لكنها لا غبار على الديمقراطية كآلية يعني، والله نعم تفضل. طيب. استاذ وضحت الفكرة، أنتقل الآن إلى سيد السعدي، هل توفر برأيك هذه التعديلات لربما الحد الأدنى الواجب توفره في مسألة تحكيم الشريعة، بحيث نعتبر أن النظام السياسي القائم في ليبيا اليوم بعد هذه التعديلات هو نظام موافق للشريعة الإسلامية؟ نعم بكل تأكيد، وهذا ما صرح به شرائح من هؤلاء الشباب الذين كنا نناقشهم، وقالوا نحن نعرف أن تحكيم الشريعة أمر لا يأتي في يوم وليلة، ولكن نحن نريد أن نطمئن على ما سيأتي في الدستور أو في المرجع الأعلى لكل القوانين، أن تكون الشريعة الإسلامية تأخذ مكانها اللائق بها، أما التطبيقات العملية ستكون خطوة بخطوة، ونحن نقدر هذا وسنعطي فرصة للدولة لأسلمة سائر القوانين وسائر التصرفات وغيرها. وهم وعدوا، وأظن أن على الأقل كثيرا منهم صادقون في هذا الوعد، يقولون نحن لا ننازع في الحقائب الوزارية، ولا ننازع في الشكلية الخارجية للدولة، ولا ننازع في تعيين فلان أو فلان. نحن إذا رفعت الدولة الليبية شعار تطبيق الشريعة وعملت على تطبيقه عمليا، فنحن جنود وأنصار وحراس لهذه الدولة. ولهذا كنت أقول لكثير من الناس المنزعجين من هؤلاء الشباب، نقول لهم بالعكس، هؤلاء الشباب ربما من وجه مشكلتهم تبدو صعبة ولكنها سهلة في نفس الوقت، لأنهم ليسوا كغيرهم من الأحزاب التي تتصارع على الكرسي كغاية وهدف، هم لهم غاية نبيلة وهدف سامي يسعون إليه، طالما وجدوا أن الدولة تحققه علما وعملا نظريا وعمليا وبصدق تعمل له، فهم جنود وحراس. طيب هناك وجه آخر لمدى تطبيق الشريعة الإسلامية سيدة نعيمة، يعني إن تم التسليم بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع، فهذا عمليا سيفتح الباب أمام الطعن لكل إجراء أو قانون لا زالت الدولة الليبية تعمل به وهو مخالف للشريعة الإسلامية. هل تدرس الآن أي خطوات للمواءمة بين هذه التعديلات الدستورية المقررة من قبلكم والقانون العامل به في البلاد؟ عندما أقر المؤتمر الوطني تحريم الربا، قانون تحريم الربا، طبعا أدت أعطت آلية للجهات المختصة للمصارف على وضع آلية لكيف يتوائم هذا القانون مع الإجراءات المصرفية. إذا الآن عند أي تشريع يكون على جميع الجهات ذات الاختصاص أن تصدر قوانين أن تتماشى وتتطابق بما صدرت من قوانين تتماشى مع هذه الشريعة التي أقرها المؤتمر وقضها. ولكن ألا يجر تقديم مسألة على أخرى، يعني حتى تكون هنالك سلاسة في عملية تطبيق هذا التشريع، يعني أن يتم النظر في القوانين العامل بها في البلاد ومن ثم النظر في التعديل الدستوري؟ إذا نحن كان القرار بالنظر أولا إلى هذه القوانين والتشريعات ثم يصدر التعديل، نحن نعرف طريقة آلية العمل والتباطؤ وما تمر به الدولة الآن، فيكون لكل التعديل أول سيكون هناك الإلزام الأكثر، يعني الإلزام عن طريق التعديل فهي الأقرب إلى الإلزام في سرعة دراسة و
التنقيح والرجوع إلى هذه القوانين متماشية مع الشريعة. طيب بالنظر إلى الكلام الذي قالته السيدة الحامي، سيدة الفاضلي برأيك ما مدى إمكانية العمل بهذا التعديل في ظل الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وعدم الانتهاء حتى الآن إلى اتفاق سياسي بين الأطراف؟ صعب جدا سيدتي الكريمة أستاذة علا، صعب تطبيق أي شيء في ليبيا الآن. ليبيا ما زلنا في مرحلة الصراع والصدام والتصعيد العسكري واستنزاف الثوار. إذا ما المغزى من إصدار هذا التشريع برأيك؟ سامحيني أستاذة الكريمة، إن كان عفواً. من الصعب تطبيق هذا التشريع وتفعيله على الأرض، ما المغزى من إصداره الآن؟ نعم إصداري الآن الله أعلم سيدتي الكريمة، عدة قضايا غطيناها في هذه الحلقة وهي تطمين شرائح كثيرة جدا تحمل سلاح، ثم تصاعد وتيرة داعش والإرهاب وما إليه الذي تواجه فيها فجر ليبيا، عملية فجر ليبيا أو الثوار أو 17 فبراير يواجهون الآن الإرهاب في ليبيا. تصاعدت هذه النغمة وربما يستطيع ذلك الطرف استقطاب بعض الشباب ولا لا تحت نغمة هذه الدولة، دولة علمانية، دولة تؤمن بالديمقراطية ويفترض أن الديمقراطية كفر وما إليه. يعني هل تعتقد أن هذه الخطوة التي خطاها المؤتمر الوطني اليوم الهدف منها تهدئة الشارع الليبي أكثر من كونها قابلة للتفعيل عمليا على الأرض؟ هي ليست فقط التهدئة، هي إحدى نتائجها التهدئة لكنها صادقة ومخلصة، وأيضا لابد أن يتبعها زخم هائل إعلامي وتثقيف وتوعية. لأن سيدتي الكريمة وبصراحة أقول لك الصراحة، العالم العربي عندما تذكرين الشريعة الإسلامية تظهر على طول أمامنا قطع اليد والرجم والقتل والمرأة وما إليه، شيء قدم الإسلام بصورة خاطئة جدا، لأن المصطلحات التي تستخدم من قبل وعاظنا الكرام شيوخنا وعلمانا بارك الله فيهم يبذلون جهود كبيرة جدا، لكننا يجب أن ننزل إلى لهجة رجل الشارع لنشرح إليه معنى الشريعة وما قصدها. على سبيل المثال كلمة مقاصد الشريعة التي ذكرتها الفقرة الثانية، مقاصد الشريعة من أعظم قوانين حقوق الإنسان. مقاصد الشريعة خمسة: الحفاظ على العقل، على الأعراض، على الأموال، على النفس، على الدين. كيف نجعل هذه المصطلحات ومصطلحات الشريعة والتشريع مقبولة ومفهومة ومتدينة؟ في ظل هذا التساؤل السيد الفاضلي، أتوجه إلى السيد السعدي، وقبل أن نتوجه لك بسؤال تحديدا فيما يخص هذا التعديل، كيف يفهم تطبيق الشريعة الإسلامية وفق هذه الصورة الموجودة عند الشارع الليبي، وهي لربما يعني تكون عنيفة إلى حد ما في مبدأ تطبيقها؟ نعم، هذه إشكالية تواجهنا جميعا، لابد من إيضاح الحق فيها وإزالة الغبش الذي ألقاه الإعلام المعادي والمنحاز ضد الإسلام للأسف، وتلقفته عقول مريضة وقلوب ضعيفة ومرتعشة ولا تحمل زادا كافيا من العلم ومن الإيمان القوي بحكمة الشارع الحكيم. نحن لم نسمع كلمة المصالح المرسلة إلا على أفواه وألسنة علمائنا الكرام. نحن تعلمنا أن هذه الشريعة السمحاء إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ومسألة أنها تكون مصدر كل تشريع هذا أبدا لن يكون فيه تضييق، لأن التضييق إنما هو في أذهان من يظن أن الشريعة هي فقط ما نطق به الشارع وما نص عليه القرآن والحديث، وهذا خلل كبير في فهم الجانب السياسي. إذن بالتالي أنت تعتبر أن هذا التعديل بالإمكان العمل به على أرض الواقع؟ أنا أعتقد أنه بتدرج وبترفق يمكن العمل به تدريجيا ووفق المعطيات ووفق الواقع، يمكن شيئا فشيئا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. طيب وضحت الفكرة، أنتقل الآن إلى السيدة الحامي، هل تعتقدين بأن هذا التعديل يلبي طموحات وتطلعات كل الليبيين وبجميع أطيافهم وخلفياتهم السياسية أو العسكرية؟ إذا سلمنا بأن نحن مسلمون ونحن وسطيون، دولة مسلمة وسطية، ونؤمن بأن القرآن الكريم هو الشريعة وهو المرجع الحقيقي لنا، القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد، فأعتقد بأن ما حدث الآن من تعديل وما جاء بنفسه سيؤذي جميع الأطراف، وإن كان
من يدعي الليبرالية يدعي العلمانية، ولكن في الأخير يجمعنا الدين الإسلامي الجهة الأخرى التي تدعي من هم يدعوا الإسلاميين يعني، وخوفهم على الدين، لأن هناك من دعا بأن المدنية هي فصل الدين الإسلام عن الحكم وعن الدولة، وما راج من هذه الأقاويل، وما خوف هذه الطوائف الأخرى على ديننا وعلى شريعتنا. ولكن اليوم نحميها بإذن الله، وسترضي كل الأطراف بذلك إذا سلمنا بأننا مسلمون. طيب، هناك تحدي آخر وهو وجود هيئة صياغة الدستور. سيد الفاضي، هل تعتقد بأن لجنة الستين أو هيئة صياغة الدستور بدورها ستبقي على هذه التعديلات والنافذة عن السلطة التشريعية في طرابلس، وألا وهي المتمثلة في المؤتمر الوطني العام؟ نعم، أنا أنصح وأحذر، وأنصح الهيئة صياغة الدستور ألا تلعب لهذه الفقرة، ألا تتلاعب أو تلعب أو تحاول، لأن بلادنا كما رأيت سيدتي الكريمة نحن خارجون من حقبة 40 سنة من القمع والاستبداد. جزء من هذا القمع والاستبداد كانت مقدسات الناس في المجتمع الليبي معرضة للإهانة والسخرية من قادة وزعمائه. وأضيف إليك سيدتي الكريمة نقطة نسيتها، انظري إلى قادة الكرامة اليوم، انظر إلى جروشي وحفتر وما إليه، ويتحالف مع الشيطان، لم نبدأ بالكفر الآن، نحن مش عارف، الجميع بشكل أو بآخر يعني يضاد خطابهم، يضاد ما يريده الناس ويريده رجل الشارع. وبالتالي جزيلا نعم. سيد الفاضي، وبالتالي بهذا القدر دركنا الشكر. الوقت بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. أشكر ضيوفنا، انضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الديباني في وقت سابق من الحلقة، ووفانا أيضا عضو المؤتمر الوطني العام نعيمة الحامي. كذلك انضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو مجلس الأمناء بهيئة علماء ليبيا سامي السعدي، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس شاركنا في الحوار المحلل السياسي فتحي الفاضل. تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، ودمتم في أمان الله.